فل فل عزيزة عليه هاد الكلباد قسما بالله خوتي عزيزة عليه ميمكنش ورقة خوتي شوفوا ولا مسكينة كي جاية شوف زيدي بغات تشيل البحر عزيز علاش هي البحر الماء زيدي زيدي يلا يلا السلام عليكم الخوش مرحبا بكم في فيديو جديد ماما خوتي كما قريتو في العنوان اياه فولة مسكينة ماتت الله يرحمها اللي ما كيعرفش فولة فولة راه هي ديك الكلبة اللي كانت تخرج معايا وكنت كانت كبيرة عندها دابا شي 16 ولا 14 ما عرفتش بالضبط مسكينة شرفات وجا الاجل ديالها وماتت والقصة ديالها صراحة قصة غريبة وبزاف الدراري حيت كانت واحد الكلبة اللي ذكية بزاف لدرجة انها خاصها غير الدوي يلا يلا كانت كلبة فواحد الكاركتير تبارك الله كانت دوزت مع مولاها وهي كانت عندها واحد العيبة اللي في شكل كانت تبغي تبقى حرة داكشي علاش كتبقى تشوفها ديما مطلوقة وما كتهرب ما والو عزيز علاش تبقى حرة لازديتيها لها في البراكة كتمرض بحالها كتعقد ما تبغيش هي البراكة وما تبغيش الصنطة كتبقى مطلوقة وفهمتي عايشة وحاضي ديك البلاصة فين كاينة ومولاها مسكين فهمتي عزيزة عليه ديال بصح الدراري كما الشورى دار لها القبير ديالها شاهية مسكينة ونهار غيجي الاجل ديالها قلت للدري صاحبي تصور دابا فولا تموت نمشي للعربيه فولا تموت ونقول له والله شنو تصدق مشينا عند مولاه قال لي حتى انا راه فاش كنت لقيتها باقا حيه ديك الساعه قال لها فولا عندك تموت يا فولا وحكوا لها وزاد وصافي حتى انا نيت قلت لها عندها وحكيت لها هذيك العشيه و شنو نقول لكم الدراري والله عرفتي راه مات البارح والله شبكيت عليها الدراري قسما بالله ديك الكلبه دوزاتش معايا القليل كاع ما كانت شحال هادي اول مره غادي نبدا نعرف نبدا نتعامل معاها وكذا كاع ما كانتش تحملني مع الوقت تنوكلها وتنخرجها وتن ولا تتعرفني انا ولا تتموت علي يا الدراري قسما بالله راه هي اللي كانت عاودت لكم القصه فاش بقات واقفه في الكوميساريه الدراري واقفه حدا باب الكوميساريه وانا مشدوده هي وكتسناني عرفتي اخوتي راه عجيبه ديك الكلبه ما الا جيت نعاود عليها راه ما غنساليش مسكينه غير شرفات كون كانت باقا صغيره تشوفوا داكشي اللي كانت تدير وداكشي الحنان اللي فيها صراحة الدراري فولا كانت كلبة أسطورية وغتبقى أسطورية والله يرحمها الدراري واللي عنده شي كلب مات الله يرحمه تا هو والله يرحم جميع الناس وجميع النفوس وجميع المسلمين الخوت الصراحة أنا بغيت نشارك معاكم هاد الموت ديال هاد الكلبة هادي حيت عزيزة عليا وبغيت كلشي يعرفها حيت كلبة كنموت عليها أنا بصفة عامة الخوت كلبة عزيزة عليا لواحد الدرجة ما تصوروا وجا الأجل ديالها مسكينة ماتت طيلة البارح درجة أنا بكيت عليها ودفناها كما غتشوفوا الفيديو زيناها مسكينة دفناها ودرنا لها قبير ونسيت تاهو مولا عزيزة عليه دار لها قبير وكتبنا عليها طيلك شنو نقول لكم ديك الكلبة عزيزة على الدرب كامل ماشي غير على الدرب كامل كلشي أي واحد غتسولو غتقول لي ديك الكلبة غيقول لك عزيزة عليا فلا هي كلشي دابا غتبقى بلاصة دابا ما نحسوش بها من هنا واحد سيمانة ثلاث أيام غتحس بلاصة فلا فينا هي أجي نعطيو شفت الماكلة أجي نخر فولا يا فولا المهم اخوتي كملوا الفيديو شوفوا كيفاش درنا وداك الشيء ونتمنى يعجبكم هذا الفيديو خما فيه ما يتعجب الصراحه بغيت نشارك معاكم والله يرحم هاد الدراري كانت عزيزه علي ديك الكلمه قسما بالله من القلب نتمنى تدعيو مع الدراري واش نقولوا حيت كلبه الفيديو ديالها راه غتشوفوا غتحكموا دخلوا لاشين قلبوا راه غتعرفوني كندوي عليها بزاف وغتعرفوها كي داير المهم اخوتي ان شاء الله وكنبغيكم كاملين كاو فامي اللي راكم عزاز بيس فحال تجمعهم لها بحال غتريح